اول حاجه دكتور احمد، معظم الناس اول حاجه بتيجي في دماغهم لما بنيجي نتكلم على تكميم المعده يقولوا انا ليه استأصل جزء من المعده اللي ربنا خلقها لي الجميله بشكلها الطبيعي بوظيفتها الطبيعيه، انا اكيد لما استأصل جزء منها ده هيأثر عليا صحيا. المعتقد ده صح ولا غلط؟ لا، المعتقد ده غلط، لان هو احنا في القرن 21 سمنه المفرده اصبحت مرض، ما اصبحتش ان هي زياده في الوزن، لان هي بتكون مرتبطه بامراض كتير جدا. اكتر من 52 مرض. هنقلل حجم المعده، مش هنشيل المعده كلها. اوكي، فاوريدي هيحصل وظيفه المعده على المدى القريب هتاثر شويه، بس على المدى البعيد مش هيحصل مشكله، لان المعده هتقوم بنفس وظيفتها بس اقل في الحجم شويه بما يحتاجه الجسم، فما فيش مشكله ان احنا يعني ممكن نقول ان احنا بنشيل الجزء المرضي. والجزء الزايد شويه، يعني مثلا حد بياكل كتير جدا، هو بيت طعام، ف هنصغر حجم المعدة او هنقلل حجم المعدة، ففي الوقت ده انت هتاكل الكمية المطلوبة لجسمك. وما نقص في اول سنة بنكمله، وبعد كده بترجع طبيعي خالص، بتاكل وجبات قليلة المفروض ناكلها، المفروض اللي هي على قد الجسم المثالي، وبعد كده الزيادة خلاص.